مرحبا بكم تلاميذي الأعزاء في درس جديد من دروس اللغة العربية للصف الثالث الابتدائي. أهلا ومرحبا بكم. درسنا اليوم بعنوان علامات الترقيم. سوف نتعرف على هذه العائلة الجميلة. في مدينة اللغة العربية عاشت عائلة تدعى بعائلة علامات الترقيم. اشتهرت هذه العائلة بمساعدتها للقراء في فهم الجمل. هيا لنتعرف على أفراد هذه العائلة. دعونا نبدأ بهذه الإشارة. إشارة التعجب تعبر عن المشاعر وتظهر في نهاية الجمل التي تعبر عن الدهشة والإعجاب والفرح والحزن. نأخذ مثال: ما أجمل البيت. وضعنا إشارة تعجب. ما أحلى العصفور. أيضا وضعنا إشارة تعجب. نعم. إشارة الاستفهام، فهي تحب أن تطرح الأسئلة، لذلك نجدها في نهاية الجمل الاستفهامية. نعم. نأخذ مثال: هل كتبت وظائفك؟ إشارة استفهام وضعنا. ماذا فعل الطفل؟ أيضا وضعنا إشارة استفهام عند نهاية السؤال. الفاصلة، الفاصلة تحب أن تفصل بين الجمل الطويلة وتوضع بينها. مثال: أرسم على القماش القطني وقماش الخيط. وضعنا فاصلة. وأستخدم أقلام التلوين. الفاصلة وضعناها بين الجمل. أحسنتم. والآن النقطة، أين نضعها؟ توضع بنهاية الجملة، فهي تحب أن تنهي الكلام، لذلك نجدها عند نهاية الجملة عند انتهاء القول. مثال: ذهب الولد إلى الحديقة. وضعنا نقطة عند نهاية الكلام. أحسنتم. والآن النقطتان توضعان فوق بعضهما البعض، توضعان بعد القول لتوضيح الكلام للقارئ. نأخذ مثال: قالت المعلمة. وضعنا نقطتان. حان وقت الفرصة. إذن وضعنا النقطتان بعد القول. أحسنتم. خلاصة درسنا يا أحبائي: علامات الترقيم، النقطة تحب أن تنهي الكلام، الفاصلة تحب أن تفصل الجمل الطويلة حتى لا نتعب في قراءتها، لذلك نجدها بين الجمل المتتابعة. إشارة الاستفهام تحب طرح الأسئلة، لذلك موجودة في نهاية الجمل الاستفهامي. النقطتان تقفان فوق بعضهما ليبتدئ القول بعدهما. إشارة التعجب تعبر عن المشاعر والعواطف، فتظهر في نهاية الجمل التي تحمل تأثيرا ما. هذا هو درسنا. دعونا الآن ننتقل إلى حل تدريب هام لنجد استيعابكم على الدرس. أضع علامات الترقيم. قال: ماذا نضع بعضها؟ نقطتان. أحسنتم. بعد القول: أنا جابر أخوك الصغير. فاصلة. أحسنتم. هل تعرفيني؟ إشارة استفهام. أعلم أنك ما زلت صغيرة. نضع فاصلة بين الجمل. أحسنتم. لا تستطيعين الكلام. انتهينا من القول. ماذا نضع؟ نقطة. أحسنتم أحبائي، بوركت جهودكم. جيد، أنتم مميزون، بارك الله بكم. وشكرا لحسن استماعكم. إلى اللقاء.